أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وقلنا أن الأمنية هي أن تطمح إلى شيء ممتع مسعد بدون رصيد من عمل، والطموح بدون رصيد من عمل تلفظ، لأن الحق سبحانه وتعالى حينما استخلف الإنسان في الأرض طلب منه أن يستقبل كل شيء صالح في الوجود استقبال المحافظ عليه، فلا يفسد الصالح بالفعل، وإن أراد طموحا إلى ما يسعد فعليه أن يزيد الصالح صلاحا. وقلنا إن المثل الذي نضربه لذلك أنك تجد بئرا تشربون منه، والبئر له حواف، فلا تأتي لهذه الحواف لتطمر البئر وتردمه، على الأقل دعه كما هو. إذن فأبق الصالح على صلاح. وإن شئت أن تطمح إلى مسعد ممتع فعليك أن تعمل لتزيد الصالح صلاحا. تعال في جوانب البئر وابني كده حواليه طوب عشان الرماد ما يجيش يردمه، اعمل له غطا. أردت أن تطمح أكثر علشان الناس لا يتعبون في أن يذهبوا إلى البئر ليملأوا جرارهم وقربهم، فارفع المستوى بتاع الميه في صهريج عالي، ثم خذ منه الانابيب ووصلها للبيوت عشان كل واحد ياخد الميه وهو قاعد مرتاح، تبقى انت زدت الصالح ايه؟ صلاح. فان اردت ان تطمح الى ممتع بدون عمل نقول لك دي اماني كدب بقى. واحد يقول يا سلام لو اننا نعمل البتاع دي وناخد السهريج ونعمل ويسكت، نقول له طيب ما تعمل. يبقى اذا الامنية هي ايه؟ ان تطمح الى ممتع مسعد بدون رصيد من عمل. الحق سبحانه وتعالى اعطانا من كل شيء سببا، ولكنه قال فاتبع سببا، وانت تعمل برضو اشياء ترقي المسائل، لان الله ضمن للانسان الخليفة مقومات الحياة الضرورية. فان اردت انك انت تترف وتتنعم قوي لازم تعمل بقى. داك المطر ينزل لك بالمية، انما المطر هيجري في مجاري، قد يكون فيها طمية، قد يكون فيها غيريا، قد يكون فيها رمل. روق انت المية بقى، ارفعها كده في حاجات تجيلك لحد البيت، نقيها من بتعرف بقى. بدل ما تشربها كده بايدك كده اعمل كوباية جميلة، كانت الاول فقار وبعدين بقت مثلا صاج، بقت بنور، بقت كريستال. عايز تطرف بقى، اداك ضروريات الحياة. عايز تعمل مطرب بقى لازم في ايه؟ تعمل العمل بتاعك. يبقى المسألة ليست بالأمانة. كذلك مسألة الدين في الانتساب إلى الدين، ليست مسألة أن تنتسب إلى دين شكلا، زي ما قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحلقة السابقة جاء ليحكم بين الناس جميعا، مش مجرد أن واحد ينتسب شكلا إلى الإسلام ياخد بقى امتيازات ويعمل بقى على بكير. لا، انت اول محكوم بما دنت به، اول محكوم بما ايه دنت به. كذلك قال ليس بامانيكم. الخطاب لمن؟ فان كان الخطاب للمؤمنين يقول لهم يا مؤمنين المسألة مش مسألة اماني، المسألة مسألة عمل. مش منكم تثبتوا للاسلام تقولوا خلاص الاسلام؟ كم من اناس سيمرون الحياة ويعبرون الدنيا ولا يصنعون حسنة، فإذا قيل لهم يقولون أحسن الظن بالله. الرسول يقول في مثل هؤلاء كذبتم، لو أحسنتم الظن بالله لعملتم له. فالمسألة بقول ليس بأمانيكم. طب وإذا كان الخطاب لغير المؤمنين، نقول له الكلام في الآية الأولى تكلم على أن وعد الله بالجنة لمن عمل حق، ولكن هذا الوعد الحق اللي في اخر الآية السابقة ليس بالاماني ولكن بايه؟ بالعمل. ولكن ليس
بالأمان ولكن بالإيه؟ ولكن بالعمل. ليس بأمانيكم. طب أمانيهم ده كلام صح. طب ما يجوز يكون الخطاب للكافرين اللي تقدموا، لأن احنا عندنا كافرين ومنافقين وأهل كتاب. أهل الكتاب أهجت وليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يبقى أمانيكم دي تشمل الكفار والمنافقين يصح، لأن الكفار كان عندهم أماني برضه. يقول لك ايه؟ ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. ايه يا شيخ؟ لاوتين مالا وولدا. الله بقى لي اماني ولا لا؟ يبقى مش بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، لان اهل الكتاب قالوا ايه؟ لن يدخل الجنة الا من كان ايه؟ هودا او نصارى، مش كده؟ طب وقالوا نحن ابناء الله واحباء. قالوا لن تمسنا النار الا اياما. دي اماني كلها. لهم سيبوكم من الكلام ده كله. منهج الله واحد على جميع الناس اجمعين، من انتسب الى الاسلام الذي جاء خاتما ومن كان قبل ذلك. المبدا الديني واحد، ليس بامانيكم ولا اماني ايه اهل الكتاب. امال ايه المساله؟ قضيه من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. هذه القضية اللي تحكم كل من يتصل بمنهج السماء، من يعمل سوءا يجزى به. قالت عائشة رضي الله عنها حينما سمعنا الآية بكينا، وأي منا لم يعمل سيئا؟ فقالوا لرسول الله، فقال لهم: أما والذي نفسي بيده إنها لكما نزلت. هي القضية كده، من يعمل سوءا يجزى به. ولكن شوف فتح باب الامل، ولكن ابشروا وقاربوا وسددوا. طب ازاي يعني؟ قال انه لا تصيب احدا منكم مصيبه الا كفر الله به بها خطيئته. حتى الشوكه يشافها في قدمه. الله، اذا هي دي اللي هتعمل ايه بقى؟ اللي هتعمل. وقال قوم ان المراد بالسوء هنا الشرك. مرد السوء بالشرك، لان الله وعد انه يغفر بعض الذنوب. قال يعني ايه؟ كذلك نجزي كل كفار. يبقى الجزاء اللي ما فيش فيه كلام للمؤمنين للكفار، والباقي بقى المؤمنين الذين امنوا ايمانهم له شرف منزله وياه. يقول الله سبحانه وتعالى يقبل توبتهم، يغفر لهم، يجعل الصلاة للصلاة كفارة لما بينهم، يجعل الجمعة للجمعة كفارة لما بين الجمعتين، يجعل مثلا للحج كفارة. كل دي يعملها لمين؟ للمؤمن. من يعمل سوءا يجزى به، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. احنا قلنا لا يجد معناه انه احد يدور، ما تقولش فلان لا يجد شيئا الا اذا كان ايه قاعد يبحث. اذا هو بذاته لا يستغني. اذا هو بيعمل ايه؟ عمله ايه بذاته؟ مش مستغني. يبقى لازم يدور على مين؟ ولي ونصير. طب الولي، احنا قلنا وليه يليه، يعني ايه؟ يقرب. ومنها النصير ومنها المعاون. اصلها ايه؟ الذي يليك ويقرب منك. ولا يليك ويقرب منك الا من ايه؟ من احبك. وما دام احبك يبقى ايه؟ يقدر يدفع عنك ويعاونك وايه ويساعدك. ام قال لك طب ايه ما دام ولي ونصير؟ ام قال لك لان فيه واحد ما يبقاش قريب منك، لكن كلمه نصير توحي بان فيه خصومه وفي معارك بينك وبين غيرك. يقوم اللي ما كانش بيسأل عنك لأنك انت في سلام ورخاء ولو قريب منك، يمكن لما يعرف ان في ناس خصوم لك وبقت معركة يمكن ايه؟ يمكن يجي لك. قال لي هيجد لا ده ولا ده، لا واحد يقرب منه ولا واحد ان عضته الاحداث ينصره. وعض الاحداث هو اللي بيخلي الناس ايه؟ حتى لما ما تكون معرفة بك بواحد سطحية بتخليك ايه؟ تفزع اليه وتهينه. قال لك لا يجد وليا ولا ايه؟ ومن ينصر على الله؟ ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا.
من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن. طيب كلمة ذكر وانثى هنا جت علشان ايه؟ علشان ما يفتكرش ان العمل حينما يأتي بصيغة التذكير المرأة معفية منه، الا ان المرأة في كثير من الاحكام مطمور حكمها فيما ايه؟ في مسألة الرجل، ايحاء بان امرها مبني على الستر. امرها مبني على، لكن الاشياء التي تحتاج الى النص فيها يوم ايه؟ ينص عليه. ما كلام عليه. من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى. كلمة يعمل من الصالحات ما قالش ومن يعمل الصالحات، لان الصالحات دي تشمل كل ايه؟ كل انواع الصلاح. وهل يوجد انسان مجمع صلاح يعمل كل حاجة صالحة، ولا سيعمل الصالح الذي يمكنه في استطاعته وفي قدرته؟ يبقى المطلوب من المؤمن انه يعمل ايه؟ من الصالحات، يعمل من الصالحات. ما تخف اليه ايه؟ ما تخف اليه نفسه. من ذكر او انثى وهو مؤمن. احنا قلنا الصالحات هي ايه؟ اول مرتبة في الصالحات ان تترك الصالح على صلاحه، لان ما دام هتعمل صالح يبقى معنى ذلك انك لا تعمل فسادا. ابقاء الصالح على صلاحه معناه انك ما عملتش ايه؟ فساد. يبقى اول مرتبه في الصالحات ايه؟ ان تترك الصالح على صلاحه، وبعدين تترقى في اعمال الايه؟ في الصالحات. طيب ما هي الصالحات بقى؟ ما يستصلح به خلافة الإنسان في الأرض. كل عمل تصلح به خلافة الإنسان في الأرض يبقى عمل إيه؟ عمل صالح. كونك تريح اللي ماشي مشوار في طريق مرصوف عمل صالح. كانك تهيأ له المواصلات إلى غيته يبقى عمل إيه؟ عمل صالح. كونك ما تشغلش باله بأشياء من الضروريات بتاعة الحياة يبقى عمل إيه؟ عمل صالح. يبقى اذا كل ما يعين على حركة الحياة يبقى عمل ايه؟ عمل صالح. الاعمال الصالحة قد يصنعها الانسان وليس في باله اله. ليه؟ ام قال لك زي ما بنشوف كده بيعملوا للانسانية. يعني لما يجي ناس ملاحدة مثلا ما بيعملوش حاجة صالحة للناس، اهم بيعملوا حاجة صالحة للايه؟ بيعملوا يرصفوا طرق، يعلمونا مش عارف نعمل كذا نعمل كذا. قلت لكم الاشياء اللي بننتفع بها دي اهو عملها غير مؤمنين بالله، يبقى هي في ذاتها عمليات ايه؟ صالحة. الا انها اتعملت لوجه الله في بالهم الله، ولا اتعملت للطموح الكشفي، واحد عايز بقى يثبت انه ايه؟ انه اخترع، وانه ايه؟ اكتشف، وانه عمل للايه؟ الانسانية. نقول له صحيح هو عمل صالحا، انما مش وهو مؤمن، مش وهو ايه؟ يبقى الجزاء عند الله لمين؟ لا، عمل صالحا وهو مؤمن، يبقى ياخد الجزاء ممن امن به. واحنا زي ما قلنا ما قبل كده، قلنا ان اللي بيعمل عمل وليس في باله الله ما يجيش يقول له يا رب اديني اجر عليه، لانك انت تاخد اجرك ممن عملت له. من يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. طيب عدم الظلم دي، طب ما هو شامل اللي بيعمل صالح واللي بيعمل ايه؟ بيعمل سوء. بل بالعكس، المسألة في اللي بيعمل السوء هو اللي ما ينظلمش، لان اللي عمل السوء ما بيدلوش عقوبة ازيد من عمله. ربنا قال جزاء سيئة ايه؟ سيئة مثلها. لكن اللي بيعمل حسنة بياخد مثله حسنة، الحسنة بتاعته، وياخد 10 أمثالها الى اي 700 ايه؟ ضعف، ويجي له فضل من الله. الفضل من الله ده بس مش مقنط. يبقى انت تاخد حسنة بحسنة، وبعدين الفضل هو اللي زايد. الفضل ده بالنسبة لخلق الله غير محاسبين عليه. يعني واحد مشغل واحد ب100 جنيه وبعدين يجي اخر الشهر يديله ايه؟
50 يديله كمان 100 يجي تاني الشهر ما يدلوش. ما هي فضل، ما هي ايه فضل، لكن الفضل بالنسبة لله محسوب. الفضل بالنسبة ادي معنى ولا يظلمون نكيرة. ما نجيش لصاحب العمل الصالح ونقول له خد بس الحسنة بقديه، لان احنا قلنا هندي بعشر امثال والى 700 ضعف نديله دي ولا نرجعش، لاننا لو رجعنا في الفضل يبقى ظلمناه. لو رجعنا في الفضل يبقى ايه؟ يبقى عشان ما يفتكروش ان الفضل كفضل الناس على الناس يمكن ان يرجع فيه، يقول لا مش هينظلم ما دام قال بالفضل يبقى بالايه؟ بالفضل، لانه هو قال كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ايه؟ مما يجمعه. فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نكره. واحنا قلنا ان النكر هو ايه؟ النكره في ظهر النواه. شوف القله بتاعتها قد ايه؟ النقره دي بتدي مساحه، تدي ايه؟ مساحه. وفي حاجه ثانيه اسمها الفتيل، الفتله اللي في بطن النواه لما تاكل تمره كده تلاقي فيها ايه؟ فتل. وفيه تغليفه زي ورقه السيجاره كده حوالين الايه؟ النواه، قطمير. مره يقول لا يملكون من قطمير نوارك، ما فيش فيه فتيل. مره يقول لك ايه؟ لا يظلمون ايه نقير، وكله ماخوذ من ايه؟ من النواه. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. ساعة ما تسمع استفهام ومن أكرم من زيد، كأنك عايز تقول ايه؟ قول لي كده انت. انا مش عايز اقول لك زيد اكرم واحد، لكن انا هسألك تقول لي مين اكرم الناس. تقوم تدور كده ما تلاقيش الا مين؟ إلا زيد. يبقى لا تقول هذه الكلمة إلا إذا كان المخبر عنه معين وأنت مطمئن إلى أنك لو سألت لم يجدوا جوابا إلا هذا. تقول من أكرم الناس، كأن الناس ساعة ما تدير رأسها في الجواب مش هتجد إلا مين؟ إلا فلان. تقول لك زيد. طب ما أنت تقول زيد الأكرم، تقول لا ده كلام من عندك. كلام من مين؟ من عندك. ولكن حين يطرحه سؤالا كأنه اطمأن إلى أن الجواب منك فليس إملاء من المتكلم، فليس إملاء من من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. طب دور عشان تجاوب كده. تقوم انت تقول ايه؟ لا أحد، مفيش إلا هو الله. يبقى إذن حين يريد الله إلقاء خبر مؤكد لا يلقيه خبرا منه، مع أنه لو تكلم يبقى الصدق من أصدق من الله ايه؟ قيل. ولكنه يترك لك حرية الجواب في الكلام. يقول انا سأطرح السؤال عليك وتركتك لذمتك ولدينك، فقل لي من احسن دينا ممن اسلم وجهه لله. تقوم انت تدور على الجواب، تقوم تقول ما فيش، تقوم تقول لا احد. يبقى هاتها كده، لا احد اسلم احسن ممن اسلم وجهه لله. انما جت من المتكلم ولا جت من المخاطب؟ بقت من المخاطب اقرار، ولكن من المتكلم يبقى تصديق، والإقرار سيد الأدلة. من أحسن دينا ممن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. احنا كنا تكلمنا في كلمة إذا أطلقت كلمة في عدة مواضع لا تأخذ معنى واحدا، إنما كل موضع من المواضع يتطلب لها معنى يفرضه سياق الكلام. إذا قال الله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يبقى ما المراد بالوجوه هنا؟ إيه يبقى المراد بالوجوه؟ العضو المواجه اللي به تميزات الأشخاص، اللي فيه الملامح اللي بتميز الشخص. ما نعرفش واحد من كتفه، ما نعرفش واحد من بطنه، ما نعرفش واحد من ورقه، انما نعرف الاشخاص من ايه؟ من سمات الوجوه. يبقى الوجه هو الايه؟ العضو اللي مهنه المواجهه اللي به تتميز سمات الاشخاص. يوم تبيض وجوه، يبقى هذا هو المقصود. طب فاذا سمعت ايه اخرى تقول مثلا كل شيء هالك الا وجهه. ايه بقى الوجه هنا مراده ايه؟ كل شيء يبقى هالك الا وجهه. طب ان اردت الوجه المواجه ده اللي زي بتاعنا ده، طب ما هي ايده تبقى ايده هالك رقرة ولا ايه؟ لا، يبقى وجهه هنا المراد به ايه؟ ذاته.
شوف كلمة واحدة بقى لها ايه كم معنى. بقى المعنى الاول خدناها للايه؟ عضو المواجه ده. طيب اينما تولوا فثم وجه الله. ايه فثم وجه؟ اينما تولوا دون فثم وجه الله. يبقى وجه الله اي الجهة التي يقتضيها، لان الوجه يتجه الى الايه؟ الى الكعبة، وبيتجه مرار ثانية الى الكعبة. اوعى تفتكر ان اتجاهك الى الكعبة بتقول هنا ربنا، لان ربنا ايه؟ اينما تولوا فتم ايه؟ وجه الله. اي متجه لك ستجد الله، بدليل ان الكعبة احنا بنصلي حواليها. طيب بنصلي حواليها كده، الا تكون شرق واحد وتكون غرب اخر، وتكون شمال واحد وتكون جنوب واحد، وتكون جنوب غرب لواحد وجنوب شرق لواحد وشمال غرب. الله، اذا كل الجهات موجودة في هذا الطواف. اذا الكعبة موجودة هكذا لنطوف حولها ليكون متجهنا الى الله في جميع الجهات. اياك ان تقول لا شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب ولا جنوب ابدا. اذا فالاتجاه الى الكعبة هو اللي بيحدد ايه؟ هو اللي بيحدد ان الله سبحانه وتعالى متجه الايه؟ متجه الجميع. بدليل ان انا مرة اتجه له وهي شرق، ومرة اتجه له وهي غرب، ومرة اتجه له وهي شمال، ومرة اتجه له وهي، وهات الجهات الفرعية وفرعية الفرعية بقى مش كده ولا لا؟ يبقى اينما تولد وهم فتم ايه؟ وجهه. اي الجهة التي ارتضاها. وارتضاها ليه؟ لانها لا تقصر متجه الله في ايه؟ في موكان واحد، في موكان واحد. تعالى بقى هنا، ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله. اسلم وجهه يعني اتجاهه. ليه؟ لان الانسان حين يكون ذاهبا الى قصد او هدف او غرض يتجه الى القصد، فيبقى وجهه هو اللي ايه؟ يعني ما بيمشيش بظهره، انما بيمشي بالايه؟ بالوجه. فقال اهو الوجه ده هو ايه؟ الاتجاه. يبقى من احسن دينا ممن اسلم وجهه، اي اتجاهه. طب واسلم وجهه ليه؟ طب ده اسلم كل جوارحه. ام قال لك اصل الوجه ده اشرف الايه؟ ولذلك بنجعل السجود اشرف موقع للعبد بالنسبه لمين؟ لان القامه العاليه دي والوجه اللي عمالين ان اي حاجه جت عليه نمسحه وننظفه. قال لما تيجي رشاش كده يعني وسخ ولا حاجه بنعمل بيه ايه؟ بنمسحه بايه؟ بايدنا. طب ما انت نقلته على ايدك. ايوه انما نظفت وش. قال لك ان هو ده اللي قال لك هو ده. اذا اسلم وجهه لله يعني اسلم ايه؟ وجهته واتجاهه. والوجه ده اشرف الايه؟ اشرف الاعضاء. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه. اسلم وجهه لله. طب اسلم دي معناها ايه؟ اللي هي منها من هي اللي منها الاسلام. اسلم يعني سلم. سلم زمام امور الواحد. انا اسلمت لفلان مقاليد اموري وقلت له اتصرف في كذا. طيب حين اسلم انا زمامي الى مساوي، مش شهاده مني بانه يعرف سيدي احسن مني؟ والا ايه اللي يخليني يعني اخضع له واقول له اتصرف انت وانا اسلمت لك زمامي واعمل لي؟ الله. اذا الانسان لا يسلم لمساوي الا ان ايه؟ ان سبق قبل اسلامك له انك تشهد له بحكمة عنك وعلم عنك ودراية عنك، مش كده؟ على الاول. فاذا لم تفهم هذا فيه وترجح انك تسلم له زمام، واحد يقول لك ايه بس كلف فلان بالمسألة دي، تقول له ليه وفلان ده يقعد يقنعك بقى، يقول لك ده اصله كذا واصله كذا واصله كذا واصله كذا. طب اذا كان الزمام سيسلم الى من خلق صاحب الزمام، مش هي دي تبقى احسن حاجة؟ طب انا بسلم زمامي الى مساوي لاني اظن فيه الحكمة. طب مش يصح ان اظن الحكمة انما هو ابن اغيار؟ ولا يجوز المسألة دي ان تستعصي عليه؟ يجوز ان يتغير قلبه عليه؟ مش كده ولا لا؟ انما اللي خلقني لما اسلم زمامه له يبقى ده حكمة ولا لا؟ ولذلك قلنا الاسلام ان تسلم زمامك لمين؟ لمن آمنت به أنه إيه؟ إله قوي وقادر وحكيم وعليم وهو إلى آخره. طيب من أسلم وجهه لله جهته فلا يصنع عملا إلا ووجهته مين؟ وجهته الله.
ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. وهو ايه؟ محسن. اسلمت الوجه لله. كلمة وهو محسن جات ليه هنا؟ ام قال لك لان الاحسان تكلم عنه رسول الله. احنا امنا بالله غيبا، لكن بقى لما ندخل في مقام الاحسان نقوم نقول كأنك تراه. كأنك ايه؟ كأنك تراه. فان لم تكن تراه على الاقل هو يراك. هو ايه؟ يبقى وهو محسن. كأنك ايه؟ ولذلك احنا قلنا حكاية حذيفة قال له عرفت فالزم، عرفت فالزم. كلام على الاول. ولذلك اهل الصلاح يوم عاملين نفسهم برنامج يقول علمت اني لا اخلو من نظر الله تعالى طرفة عين فاستحيت ان اعصيه. ليه؟ لانه ايه؟ لانه خلاص تحقق ان ربنا ايه؟ شايف. فما دام ربنا شايف، طب هات لي واحد يسرق واحد عين عينك كده. ولذلك الحديث القدسي يروح موضح المعنى ده، يجي يقول ايه؟ ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم. الخلل جاي في ايه؟ وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. بقى انت تعرف انني بصيت لك كده وبعدين تعطاني؟ بقى انت تقدر تعملها مع واحد زيك يبقى عين عينك كده وبعدين تكترق على محارم وعين عينك كده؟ طب لماذا؟ ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. يبقى من اسلم وجهه لله وهو محسن يعني يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه على الأقل ربنا شيء.